مرحبا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، وتعالوا بنا نتوقف وقفة مهمة مع فضيلة الشيخ عصام. كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يهتم بالشباب، ولماذا الشباب تحديدا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه وله وبعد. فالشباب مرحلة عمرية هي أهم ما في حياة الإنسان. نعم. ولأهميتها بيّن النبي صلى الله عليه وسلم خطورة هذه المرحلة. فالإنسان العمر والزمن مهم، لكن أهم مرحلة في عمر الإنسان هي الشباب. ولذلك يسأل الإنسان عن عمره عامة وعن شبابه خاصة. نعم. كما قال صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن أربع، عن عمره فيما أبلاه وعن شبابه فيما أفناه. فيسأل عن العمر سؤالا عاما، ويسأل عن الشباب سؤالا خاصا. فهذا لدلالة أهمية الشباب وهذه المرحلة العمرية في حياة الإنسان. نعم. وعلى أكتاف الشباب وعلى سواعد الشباب تقوم الأمم، بدونها لا يكون. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم حينما نصر فقال: نصرني الشباب. نعم. وخذلني الشيوخ، يعني إن الشباب هم الذين كانوا عماد هذا الدين. ولذلك إذا أردت أن تنظر إلى أمة أو إلى مجتمع أو إلى رسالة أو إلى يعني منظومة، إذا لم تجد فيها الشباب فاعلم أن هذه المنظومة أو هذا الأمر إلى زوال. نعم. يعني معناه أن هذا الجيل الكبير على ما فيه من بركة وخير، ليس هذا معناه أن الإسلام يقلل من قيمة كبار السن، حاشا لله ولرسوله ولدينه. إنما المقصود أن سنن الحياة في الكون، إن الإنسان يبدأ طفلا. نعم. فشابا فكهلا فشيخا فوفاة. فإذا كان أعمار الأفراد الذين يوجدون في هذا الكيان كلهم من سن واحد، وسن الشيوخ أو الناس كبار، سمعنا أنه لا يوجد جيل يتوارث. نعم. ولذلك هذه هي المسألة المهمة. لذلك أمر نبي مع نصرات الشباب للدين وقيمة هؤلاء الشباب، قال: ليس منا من لم يرحم صغيرنا. أيوة. ويوقر كبيرنا ويحفظ لعالمنا حقه. فهناك توازن، لكن المرحلة العمرية الأهم، العمود الفقري للدعوات، للجمعيات، للمدارس، لكل الأمم هو الشباب. ولذلك اعتنى النبي صلى الله عليه وسلم هذه العناية بالشباب. ونجد نصوصا في السنة فيها كلمة الشباب والاهتمام بالشباب والعناية بهم عناية فائقة، وعلى حل مشكلاتهم والعمل على تكوينهم بكل معايير التكوين، التكوين الخلقي والتكوين الثقافي والتكوين الديني والتكوين الرياضي والتكوين الجسدي. أيوة. من حيث الصحة ورعاية الشباب ورعاية الجسد. حتى هذا كان لا يهمله النبي صلى الله عليه وسلم. لا يهمله، نظر إلى النصوص اهتماما بالغا من رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشباب لهذه المسألة. والكيان الذي لا يكون فيه إلا شباب للأسف يكون كيان متهور. أيوة. والكيان الذي فيه شيوخ لا يكون إلا كيان بطيء. تمام. الكيان الناجح الذي يجمع بين الأمرين ويتوارث الخبرات من الكبار إلى الشباب. طيب، أنا ممكن أفهم مثلا يا شيخ عصام أن الشباب مثلا لما أجي أقول فريق كرة شباب، بيجري وبيأدي، بشوفه بيأدي، إنما الفكر كمان في شباب وفي حتى فريق سن كبير. حتى فريق كرة كله بيبقى جيل واحد ولازم حد قديم. لا طبعا، في جيل خبرة وفي شباب، والخبرة يعني بيساعد الشباب، والخبرة أهم واحد فيه طبعا. يعني مهما كان كبر سنه قبل ما يعتزل بسنتين ثلاثة، اللي هو الكابتن والكلام ده، تمام، لازم موجود. ليه؟ بيقسم، وتلاقي مثلا كل شاب يرمح بالكورة وواحد بس توصل له الكورة بلمسة. تمام. وده المقصود، الخبرة بين شفيه عنصر فعال بدنا قوة وذكاء، في عنصر فعال خبرة وحركة. العطاء مش عطاء سن، احنا بنتكلم في ان الخبرات تتوارث دائما بين الجميع. طيب، اذا كان هذا هو اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بالشباب كما تفضلت حضرتك، هذا الاهتمام جعل هؤلاء الشباب يستشعرون حجم المسؤولية الملقاة على عاتق. انا لما اهتم بابني واقول له لا احنا هنصرف فلوس وناخد دروس في الحاجة دي ونمي عنده موهبة معينة، هو نفسه هيحس ان انا مهتم جدا بده، فهيبقى عنده مسؤوليه. لماذا لا يستشعر شباب اليوم نفس هذا الشعور تجاه الامه؟ لعدة اسباب طبعا. يعني اولها اننا لا نفسح لهم المجال. ده جزء، ان الكبار الذين سبقوهم ليس لديهم ثقه في هؤلاء الشباب. فاني للاسف من الناس من كتر ما بيبقى في المنصب الدعوي او في المكانه الدعويه او في المكانه العلميه
بيتلبس به المكان. أي. خلاص ببقى الدعوة أنا وأنا الدعوة، الدين أنا وأنا الدين، المنبر أنا وأنا المنبر، أنا وأنا السياسة. فأبقى خايف لو أنا سلمت الشباب لا يخربوها يضيعوها. ومن قال إنك أنت الناس بتسلم مرة واحدة؟ في على مراحل تتمرن على القيادة. النبي صلى الله عليه وسلم مرن الصحابة ومعه، مرة يروح الطائف مع يعني زيد بن حارثة، ومرة يروح يلقى الوفود مع صحابي آخر في الغزوات، ما كانش وكان مع القيادة، يطرق قيادات إلى السرايا إلى بعض الصحابة الآخرين ليتمرن الناس على القيادة إلى آخر هذه التفاصيل. فالجزء الأول إني للأسف يوجد فقدان ثقة بين الشباب وبين كبار السن أو من سبقوهم، ما فيش ثقة متبادلة. اثنين، وهو المسألة أننا نضيق بالأجيال التي تلينا، إما أن الجيل الذي يسبقنا ليس عنده احترام وتوقير للجيل الذي سبقه، أو أن الجيل الحالي لا يرى في الجيل التالي إلا أنه شباب متهور لا قيمة له، فهو طول عمره عيل صغير في نظره. يعني حضرتك دلوقتي يا شيخ عصام ترى أن هناك تضييق وإحجام على الشباب من حيث عدم منح الفرصة للشباب، عدم منح الفرصة لهم في القيادة أو تحمل المسؤولية؟ الأمر ذو على طرفين، تفضل. في طرف عند الكبار وطرف عند الصغار. نعم. الكبار لا يفسح لأنه لا يريد، يخاف. ده أنا بقول عند المخلص. في ناس تحب تستأثر بالمسؤولية، ظل مسؤولا، إنما في إنسان لا، خايف للفكرة تضيع أو تتضر، فعايز ما يجيبش حد. لكن هنا المفروض أنك بتدخله رويدا رويدا إلى العمل العام وإلى العمل الدعوة والعمل السياسي حتى يتمرن. نعم. في أمر آخر، إن أيوان الشباب ما عندوش غريزة اقتحام المغامرة. أيوة. لا يفرض نفسه ويعرض رأيه بالأدب. هي المشكلة إني يا إما عندك شاب سيء التعامل وسيء في عرض الفكرة فينفر منه الناس، أو شاب هياب عنده الفكرة لكن خواف خايف. نعم. مش لقى فرصة، مش عايز يعرض نفسه لإني يحرج مرة واثنين وثلاثة ويتمكن من أخذ الفرصة. سيدنا خالد بن الوليد تولى القيادة من أول ما أسلم. نعم. في غزوة مؤتة ما كانش هو القائد. أيوة. لكن استشهد القائد الأول فالثاني فالثالث، جعفر زيد فجعفر فعبد الله بن رواحة. نعم. ومع ذلك لما الناس بحثوا وجدوا واحد صاحب الرأي فقال يا أبا سليم البارح. ليه؟ هو بقدراته وخبراته يفرض نفسه. نعم. فالإنسان فيه هناك ملفات يقول لا فلان لها، هذا جزء من هذه القضايا. ولذلك قال عنه صلى الله عليه وسلم، ده بقى التشجيع من الكبار، صلى الله عليه وسلم، ثم تسلم الراية سيف من سيوف سيف الله المسلول، وسمي من هذا اليوم خالد خالد سيف بن الوليد سيف الله المسلول. نعم. من أول يوم يعني حفر اسمه بحروف من نور في الصخر. أيوة. هي دي المهمة التي على الإنسان أن يعلم. ومن أول ما بقى مسؤول فرض نفسه، قال تكسرت في يدي 9 أسياف في مؤتة ولم تبق معي إلا صفيحة يمنية. يا الله، يعني حاجة كده من يمنية اللي بضرب بيها. 9 سيوف اتكسرت في إيه؟ في جثث بني آدمين. طبعا حاجة بس عارف تسع سيوف اتكسرت طبعا، مش مثلا مسوقة ولا يعني عص ولا بتاع. معناه من أول يوم أخذ على عاتقه هذه، ثم لم يكن قياديا هيابا، تولى وشاب ومع ذلك ما كانش هياب. وجد أن أفضل قرار في هذه المرحلة الانسحاب. نعم. ولكن انسحاب بطعم الإيه؟ الفوز، مش بطعم الهزيمة. إزاي؟ في انتصار بطعم الهزيمة. في انسحاب بطعم الفوز. إنه لم يشعر الفريق الآخر أنه ينسحب لقلة، ما ينسحب لعلة أنه هو يحقن أنه اكتفى منهم ونال منهم. أيوة. إلى آخر الخطة. نعم. هنا ده نموذج الإنسان الذي عنده استعداد ومهارات للتصدر والقيادة والعمل، شابا كان أم يعني مسنا، هو الذي يفرض نفسه. فهنا العلاقة ذات طرفين. تمام. كما ذكرت وكما ذكرنا من السيرة النبوية. طيب.